ثمن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالة الملك المعظم الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بأبناء المؤسسة، وحرص جلالته على توفير الرعاية الشاملة لهم والاهتمام بتعليمهم بصورة خاصة وتشجيعهم للارتقاء بمستواهم العلمي والتميز الدراسي للمساهمة في نهضة الوطن ورفعته. جاء ذلك بمناسبة رعاية سموه للحفل 20 لتكريم الطلبة المتفوقين الذي نظمته المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بقاعة الشيخ عبد العزيز بن محمد الخليفة في جامعة البحرين، وتم خلاله تكريم 401 طالب وطالبة من أبناء المؤسسة من المتفوقين الحاصلين على نسبة 95% فما فوق في العام الدراسي 2023-2024. وأكد سموه أن تفوق أبناء وبنات المؤسسة هو ثمرة الرعاية الأبوية التي يحظون بها من حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وحصولهم على أعلى الدرجات، الأمر الذي يؤكد حرص جلالته ومتابعته واهتمامه الدائم بجميع أبنائه الطلبة، سائلا المولى عز وجل أن يبارك في عمر جلالته وأن يمن عليه بموفور الصحة والعافية، مشيدا سموه بالدعم الكبير الذي تحظى به المؤسسة الملكية من قبل الحكومة الموقرة بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومما كان له الأثر البارز في تمكين المؤسسة من القيام بمهامها الإنسانية في مختلف القطاعات على الوجه الأكمل. أخواني وأخواتي المتفوقين الخريجين من مدارس وجامعة مملكة البحرين، اليوم كأخ لكم أفتخر بكم على هذا الإنجاز اللي قمتوبه بجهدكم وبصبركم وبظفركم، ولله الحمد نلتوا على ما تستحقون. 401 خريج وخريجة من أبناء وبنات المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية يتفوقون بين طلبة مملكة البحرين، إلا أنه مصدر شرف واعتزاز كبير لنا. أحب اليوم بعد أنقل لكم تحيات واهتمام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظ الله ورعاه. أشكركم على هذا الجهد، ولا أوصيكم كأخ لكم وكمحب لكم، محب لناسه ولبلده، أنكم أنتوا اليوم تسخرون كل طاقتكم وكل معرفتكم اللي اكتسبتوها في هذه المسيرة في بناء هذا الوطن وفي بناء مستقبله وإشراقته بإذن الله. الله يوفقكم إن شاء الله وبيننا الأيام بإذن الله. وخلال الحفل الذي أقيم بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، ألقى سعادة الشيخ علي بن خليفة الخليفة الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية كلمة توجه فيها بخالص الشكر والتقدير إلى جلالة الملك المعظم على رعايته الأبوية واهتمامه الكبير بأسر وأبناء المؤسسة، وعلى ما يوليه جلالته من محبة ورعاية لجميع أفراد شعبه الكريم، مثمنا دعم الحكومة الرشيدة بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومشيدا باهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالتحصيل العلمي لأبناء المؤسسة وتشجيعه المتواصل لهم للوصول إلى أعلى المراتب والدرجات العلمية. كما تم خلال الحفل عرض فيلم قصير يروي قصص نجاح وتميز نماذج من أبناء المؤسسة من الذين حظوا بالتكريم السنوي في هذا الحفل وتبوأوا اليوم المناصب القيادية في المجتمع. بعدها قام سعادة وزير التربية والتعليم وسعادة أمين عام المؤسسة الملكية بتكريم الطلبة الحاصلين على جائزة ريادة وتميز والطلبة المتفوقين. العلم هو العماد الذي ترتقي به الأوطان، وهو الأساس الذي يعزز قوتها ونهضتها، ولذلك تحرص المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية على دورها المعهود في الارتقاء بالمستوى العلمي لأبناء المؤسسة الذين حصدوا ثمار جدهم واجتهادهم خلال فترة دراستهم التي لازمها العزيمة والإصرار. وتكريما لأبنائها المتفوقين أقيم الحفل 20 لأكثر من 400 طالب وطالبة.
طبعا سعداء بتكريم الحفل رقم 20 مؤسسة الملكي للأعمال الإنسانية لتكريم أبناء المؤسسة منتسبي المؤسسة من الطلبة الأيتام من المرحلة الابتدائية للمرحلة الجامعية برعاية كريمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. طبعا الشيء الجميل نحن الحفل رقم 20 وهو يأتي انطلاقته في عام 2004 برعاية كريمة من سيدي جلالة الملك المعظم الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية ربي يحفظه ويعطيه الصحة والعافية طولة العمر، اللي بالفعل سعادة هؤلاء كلهم من سعادتنا اللي احنا نشرفه حقيقة بتنظيم هذا الحفل وبتشجيع أبنائنا الطلبة لمزيد من التعليم والتعلم. مشاعر من الفرح والفخر عبر عنها المتفوقون من أبناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية الذين أشادوا بالدور الكبير للمؤسسة في تشجيعهم للارتقاء بمستواهم العلمي وتميزهم الدراسي. أهدي هذا النجاح والتفوق والتميز لروح أبي المتوفية ولأمي الداعمة لي دوما ودائما ولأسرتي الكريمة. ما أتى هذا الإنجاز وهذا التفوق والنجاح إلا من بعد سهر واجتهاد كبير، فالحمد لله أخذنا بثمار حصاد ما تعبناه في الأيام السابقة، ونسأل الله لي ولجميع الطلبة كل التوفيق والنجاح. أحب أهدي هاي التفوق لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ولسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وإن شاء الله كل سنة يقيمون بهالحفل إن شاء الله. أشكر جلالة الملك وأشكر سمو الشيخ ناصر والأمين العام الشيخ علي بن خليفة والعاملين على تنظيم هذا الحفل. أشكر المؤسسة الملكية على اللي سووا اليوم، وايد فرحت واستانست وإن شاء الله دوم يا رب. أنا واجد سعيدة بتفوقي وأشكر أمي إنها ساعدتني. أنا سعيدة وايد على المؤسسة الخيرية لأنهم وايد يساعدونا وايد يعني يخلونا نحس إن ما في أحد مفقود من عائلتنا، يعني خلونا وايد مستانسين، وأنا يعني مشكورة لأنهم سووا حفل تفوقي ونجاحي، وايد وايد يعني مستانسة ويعني فخورة بنفسي وأمي بعد فخورة فيني. يعد هذا التكريم من قبل المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية للطلبة المتفوقين حافزاً لهم لتقديم كل ما هو خير للمساهمة في نهضة الوطن ورفعته. من منطلق الاهتمام بالتحصيل العلمي لأبناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية واعتلائهم أعلى المراتب ودرجات العلمية، شهد اليوم حفل تكريم الطلبة المتفوقين بمختلف مراحلهم الدراسية. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.